سيدي لقيت القبض على سيدي بالسوق برخصة جوزها. سيدي وحيات شنبي لا أفرمها، تحت تخرج. ما هي في الخارج. تحت تدخل. حاضر سيدي. مرحبا. أهلين، كيفك؟ مشتاق لك. يا أهلا وسهلا، تفضل ارتاحي. ثانك يو. شو أساسي؟ يعني بصير الواحد يسوق على رخصة أمه؟ يعني أنا أطلع بسيارة ماما وأسوق على رخصتها، بزبط هالحكي؟ ألو، صرت بالمركز؟ يلا تمام، هيني عند الشباب جوا. مين هالحلو اللي صار في المركز؟ صار واصل الحلو؟ يا سلام. الحلو السيد وزير الداخلية؟ الحلو حليان يا سيدي، منور يا سيدي. شو يا أبو شنب؟ الأخت معهاش رخصة، تعطيها مخالفة يا سيدي. أعطيها مخالفة وخليها تتسهل. سيدي أنا صرت حلف على شنبي إنه نضلها السيارة محجوزة وهي في النظارة. بقول لك يا أبو شنب خليها تروح. أسد خليك. عاد شنبي إذا بتروح لا أعمل شنبي من كيت وسجاد. الكسان ولا الحاجز ولا. افتح الحاجز للأخت يا أبو شنب. تحكي ليش أبو شنب سيدي؟